باكستان تدخل فصلا سياسيا جديدا بعد رفض البرلمان طلبا للمعارضة بعزل رئيس الحكومة عمران خان بحجة أنه يتعرض لمؤامرة خارجية، خطوة عجلت بحل الحكومة والبرلمان مع بقاء خان في منصبه وربما إجراء انتخابات في غضون 3 أشهر. أزمة سياسية عصفت بحكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بعدما قرر رئيس البلاد عارف علوي حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوما، في أعقاب إلغاء البرلمان التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن خان باعتبارها خطوة مخالفة للدستور. واتهم البرلمان جهات أجنبية بمحاولة قلب النظام في البلاد. قدمت المعارضة اقتراح سحب الثقة، كان يجب أن يكون الاقتراح وفق القانون والدستور. لا توجد قوة أجنبية لها الحق في الإطاحة بالحكومة المنتخبة في باكستان. وبدأ تحالف أحزاب المعارضة الباكستانية الشهر الماضي عملية لعزل خان من خلال تصويت في البرلمان، وذلك احتجاجا على ما تصفه بفشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد وسوء إدارة العلاقات الخارجية. عمران خان اتهم المعارضة بالتآمر عليه لعزله بمساعدة الولايات المتحدة بسبب مواقفه الأخيرة من أزمة أوكرانيا. أهنئ البلاد كلها على رفض سحب الثقة الذي كان رفضا لخطوة تغيير النظام بأجندة خارجية. إنها مؤامرة خطط لها الخونة بدعم من قوى خارجية. وبعيد هذه التصريحات، سارع الجيش الباكستاني للتأكيد أنه ليس له علاقة بالسياسة، وتعهدت المعارضة بالوقوف أمام رفض اقتراح حجب الثقة، وهددت بالاعتصام في البرلمان واللجوء للمحكمة العليا. توتر قد يفضي برأي مراقبين إلى جولة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في باكستان. لمناقشة هذا الموضوع معنا من إسلام أباد رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية جاسم تقي، ومعنا من واشنطن الباحث في القضايا الأمنية والخارجية آدم روزفلت. مرحبا بضيفي. أستاذ جاسم مساء الخير، دعني أبدأ معك. أولا، السيد عمران خان يعني يتحدث عن مؤامرة وأن الولايات المتحدة ضالعة فيها وكان الهدف منها الإطاحة به إلى آخره، ولم يقدم أي دليل حتى الآن على هذه المسألة. على ماذا يستند السيد خان في توجيه مثل هذه الاتهامات؟ نعم، لا شك في ذلك. يعني هذا تهمة عمران خان للولايات المتحدة الأمريكية لا أساس لها من الصحة تماما، لأن الوضع الداخلي الباكستاني يعني كان متفجرا بسبب سياسة عمران خان نفسه وإصراره على أسلوب من الكلام مليء بالإسفاف والإذلال، جعل المعارضة كلها تقاطعه بهذا السبب. يعني هو في مناسبة وغير مناسبة يتهم الجميع بأنهم لصوص وأنهم سرقوا أموال البلاد ونهبوها وحولوها إلى خارج البلاد وأنهم يقومون بغسيل الأموال، ولكن لم تصدر أي تهمة رسمية أو إدانة رسمية ضد قادة المعارضة. الفساد موجود حتما، يعني متفشي الفساد في كل أجهزة الدولة في باكستان، ولكن ليس بالصورة التي يصورها عمران خان. لذلك فإنه لجأ إلى نظرية المؤامرة، وهذا أسهل أسلوب في سبيل توجيه أنظار الرأي العام المحلي الباكستاني عن فشله في إدارة البلاد وفي الحوار الهادئ المثقف المبني على الوسطية والاعتدال وتطرفه الكبير جدا، فلذلك لا أحد يصدقه في باكستان. طيب، يعني قبل أن نخوض في ربما المزيد مما يقول السيد خان وما تقول الجهات الأخرى، أين تقف المسألة الآن؟ غدا من المفترض أن المحكمة العليا تنظر في مسألة تعليق للبرلمان وإمكانية إجراء انتخابات جديدة. ما المتوقع غدا في هذا الصدد؟
حسب معلومياتي يعني محكمة العدل العليا لا تستطيع أن تحل الأزمة أصلا، لأن التعديل 18 في الدستور الذي أدخله حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية معا يرفض تدخل القضاء ويعتبره غير شرعي في كافة القضايا التي تناقش في داخل البرلمان. وهناك بند عجيب وغريب في هذا التعديل 18 في الدستور. هذا البند يقول أن قرارات البرلمان الباكستاني قرارات ملزمة بأصوات الحاضرين وليس بالغالبية أو وليس حتى في غالبية الثلثين. مثال على ذلك إذا كان هناك 10 أعضاء من البرلمانيين واتخذوا قرارا فيما بينهم يعتبر هذا القرار ملزما للحكومة والجهات التنفيذية، وهذا طبعا القرار يصب ضد حكومة عمران خان، لأن المعارضة لو هي نظمت نفسها ولو كانت تدرك أبعاد التعديل 18 بالدستور لعملت بشكل أفضل من العمل الحالي. فهي أيضا المعارضة مشتتة وفي خلافات كثيرة فيما بينها، ولكنها تدعي بأنها متحدة، ليست متحدة حتما. طيب. يعني هي من كافة الأطياف المتناقضة، فيهم الأصوليون وفيهم الإرهابيون وفيهم الانفصاليون وما عدا حزب الشعب الباكستاني وحزب نواز الشريف، البقية هم كلهم من الأحزاب المتناقضة في تفكيرها وفي توجهها. طيب بالمناسبة السيد عمران خان رئيس الحكومة يقول أطلب من الناس الاستعداد للانتخابات المقبلة، الحمد لله لقد فشلت مؤامرة لإسقاط الحكومة. يقول أيضا حين تؤكد أعلى هيئة للأمن القومي في البلاد المؤامرة تصبح الإجراءات البرلمانية غير ذات صلة والأرقام غير ذات صلة. إذن يا سيد خان مصر على مسألة هذه المؤامرة وأصبح الاتهام موجه بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة. سيد آدم ما رأيك في هذه المسألة، يعني توجيه الاتهام لواشنطن بأنها ضالعة بشكل من الأشكال في مؤامرة للإطاحة بالسيد عمران خان، كيف برأيك تنظر واشنطن إلى هذه المسألة؟ أولا دعني أقول شكرا جزيلا على استضافتي. الولايات المتحدة الأمريكية كانت منخرطة في العديد من العمليات السرية، لكنني مع ذلك أقول إن هذه الاتهامات الموجهة إلى أمريكا غير مسنودة بأي أدلة. دعونا نسمع الوقائع. هناك طرق لتقديم الأدلة أمام البرلمان، وهناك أيضا طرق لتقديم هذه الأدلة إلى الإعلام وإلى العالم. لذلك عندما تكون هناك تهم كهذه يجب تقديم الوقائع الساندة لها. هذا أول شيء. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الغربيون الذين يؤمنون بالديمقراطية ينظرون إلى الوضع باعتباره هجوما على الشعب الباكستاني. القيم الديمقراطية مهمة جدا، وأصوات هؤلاء الناخبين الذين انتخبوا هؤلاء الممثلين يجب أن تسمع هذه الأصوات. وبالتالي علينا أن نعرف أن المشكلة الأساسية هي أن فيها استهدافا للقيم الديمقراطية الجوهرية لباكستان، في حين أن الشعب يستحق هذه الديمقراطية ولا يجب أن يظل رهينا بناء على هذه الأدلة غير المسنودة. أستاذ جاسم، البعض يشير إلى ربما المواقف التي اتخذها السيد عمران خان فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا، لأنه كان موجودا في موسكو يوم أن قرر الرئيس بوتين الشروع في هذه العملية العسكرية. هناك من يربط بأنه الولايات المتحدة يعني استاءت كثيرا من هذه المواقف التي اتخذها وقررت بالتالي الإطاحة به. إلى أي مدى مثل هذه المزاعم لها ما يبررها برأيك؟ نعم، يعني هو كما يقولون كلام حق أريد به باطل. أنا في اعتقادي
توجد هناك خلافات حادة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان، وبالذات مع سيد عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي حول السياسة تجاه أوكرانيا وروسيا الاتحادية، لا سيما وأن روسيا الاتحادية غزت أوكرانيا يعني بصورة غير مقبولة لا داخليا ولا إقليميا ولا دوليا، وارتكبت العديد من الجرائم في أوكرانيا، قصفت وقتلت المدنيين ودمرت البنية التحتية، وكان بإمكانها أن تحل المشكلة عن طريق الحوار مثلا، وهي قوة كبيرة وقوة عظمى ولها ثقلها ولها أهميتها. ولكن الحقيقة أقول أن عمران خان أيضا عندما زار موسكو، فإنه يعني عندما اعترض الناس على توقيت الزيارة قال أنه أعلم الجانب الأمريكي بالزيارة قبل أن تحصل الزيارة أصلا، وأنه ضد قضية الغزو ولكنه يؤمن بحل الأزمة بالطرق السياسية. وهذا الموقف، موقف عمران خان، أفضل من موقف الجنرال باجوا، لأن الجنرال باجوا قبل أيام ألقى محاضرة في أحد المعاهد البحثية الباكستانية أدان فيها الغزو الروسي لأفغانستان، وحير الجميع بهذا الموقف، لأنه هذا الموقف يتناقض مع موقف عمران خان ويتناقض مع موقف وزارة الخارجية الباكستانية. طبعا الولايات المتحدة ترفض كل هذه المسائل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول لا صحة لهذه المزاعم، يعني الاتهامات التي ساقها السيد خان. تقول نحترم وندعم العملية الدستورية في باكستان وسيادة القانون. سيد روزفلت، ما رأيك؟ يعني هناك الكثير من القضايا، ملفات أساسية خلافية بين الطرفين، لا شك أنه مسألة أفغانستان، مسألة العلاقة مع حركة طالبان، يعني كل هذه مسائل خلافية بين الطرفين، ولكن يعني ما هي الخلافات الأساسية بين الإدارة الحالية، إدارة السيد بايدن والسيد خان، والتي ربما بسببها لجأ السيد خان لسوق مثل هذه الاتهامات؟ أعتقد أن الخلاف الأبرز بين الولايات المتحدة الأمريكية وعمران خان وحزبه هو كون عمران خان له علاقات مع روسيا والطالبان، وأيضا له ارتباط بتلك المنظمات التي تهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. علينا أن نتذكر أن باكستان لم تسمح للسي اي اي بإجراء عمليات سرية في باكستان، وبالتالي هذه الجهود جعلت الغرب يبتعد أكثر من باكستان. وإذا أردنا أن نتحدث عن العمل التعاوني الاستخباري، فيجب أن نقر أنه تقلص مع عمران خان، وبالتالي إذا تواصلت هذه المقاربة ستتزايد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان. والآن هناك عمل من قبل هذه الإدارة لجعل عمران خان يستحضر أن ما يقوم به على مستوى تقوية علاقته ببوتين خاطئ، ونعرف أن هناك وضعا حرجا في أوكرانيا، وعلى الجميع أن يدرك أنه إذا لم يدعم الغرب فإنه ربما يصنف كخصم، وخصوصا عندما نتحدث عن الأيديولوجيات الغربية والأمن والاستقرار. طيب، المعارضة الباكستانية طبعا كان لها مواقف واضحة في هذا الموضوع. شهباز شريف زعيم المعارضة يقول عملية عرقلة التصويت ليس أقل من خيانة عظمى، عرقلة التصويت في البرلمان ليست أقل من خيانة عظمى، ستكون هناك عواقب لانتهاك الدستور بشكل صارخ وفاضح. طيب أستاذ جسم، الآن يعني إلى أين تسير الأمور؟ هل سنشهد انتخابات بالفعل؟ وحتى إذا جرت مثل هذه الانتخابات، يعني ما الذي يضمن أن يبلي السيد عمران خان بلاء جيدا فيها
لأنه هناك انشقاقات داخل حزبه الائتلاف الذي يقود أيضا حدوث تصدعات فيه وخروج عنه، وبالتالي حتى لو حدثت انتخابات كيف يمكن أن نتوقع أن يكون وضع السيد خان فيها؟ أعتقد أنا أن الانتخابات ستعقد حتما حسب بنود الدستور خلال 3 أشهر، هذا يعني أمر دستوري لا يمكن للحكومة أن تؤجله مطلقا، ولكنني أعتقد في نفس الوقت أن عمران خان سيحصل على مقاعد أقل بكثير هذه المرة، وأن حزب الرابطة الإسلامية مجموعة نواز شريف ستتمكن من السيطرة الكاملة على أقليم البنجاب وهو أكبر الأقاليم الباكستانية، وهذا الإقليم يعني تعداد سكانه حوالي 100 مليون نسمة، حوالي نصف تعداد سكان باكستان، ولذلك فإن تفاؤل عمران خان في غير محله حسب يعني كافة المؤسسات البحثية والمستقلة في باكستان، أن عقد الانتخابات اضطر عمران خان إلى حل البرلمان، لأن الجنرال باجوا لم يجعل له خيار، يعني أعطاه 3 خيارات، أما أن يستقيل وأما أن يحل البرلمان وأما أن يشارك في التصويت على طرح الثقة بحكومته، فهو اختار أهون الشرين وهو حل البرلمان، ولكن هذا الحل لن يخدمه، لأنه شعبيته في الحضيض ما بين كافة الأوساط بسبب سياسة المالية والاقتصادية السيئة وحالة الغلاء والضرائب الضخمة المفروضة على المواطن الباكستاني التي ليس لها نظير في تاريخ باكستان منذ تأسيسها عام 1947 وحتى يومنا هذا. طيب، ولكن لو عدنا إلى مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة أستاذ جاسم، ما هي الخلافات الأساسية بين السيد خان وبين هذه الإدارة على الأقل؟ لأن هناك عدد من القضايا يشير لها كثيرون على أنها فيها خلافات جوهرية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع حركة طالبان، حتى فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. السيد خان يعني كان يرفض وكان معارض لانضمام باكستان إلى الحرب على الإرهاب وقيادة الولايات المتحدة لهذه الحملة إلى آخره. هل هي هذه أبرز الملفات الخلافية بين الطرفين؟ الواقع يعني هناك، أحب أن أبين شيء، أن علاقات عمران خان مع الرئيس الأمريكي السابق السيد دونالد ترامب كانت في علاقات مثالية جدا، ولم تكن هناك خلافات مطلقا ما بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية حول أي ملف من الملفات، ولكن العلاقات ساءت خلال الإدارة الحالية لجو بايدن وتأكيده على حقوق الإنسان بالذات، واعتبار أن حقوق الإنسان عملية أساسية لابد على كافة الحكومات الإقليمية والدولية أن تحترمها لكي تحظي باحترام الولايات المتحدة الأمريكية. هناك نقطة ثانية، النقطة الإنسانية، يعني human aspect كما يقولون، وهو أن السيد جو بايدن تجاهل عمران خان كرئيس وزراء ولم يتصل به حتى هاتفيا، ولا أعرف لماذا حصل هذا الأمر، لأن عمران خان معروف بأنه رجل يعني full of himself full of ego، ففسر هذا الموقف من السيد جو بايدن على أنه إهانة وإذلال له، وهو رئيس وزراء دولة تعتبر السادسة في العالم من حيث تعداد السكان، بينما السيد جو بايدن اتصل بدول صغيرة في جنوب آسيا لا تتعدى نفوسها بضع ملايين نسمة. فهذه العملية، عملية الإيغو أو الأنا كما يقولون باللغة العربية، أعتقد هي التي أدت إلى هذا الموقف، وتبع ذلك أن الشيء المؤسف أن الإدارة الأمريكية لم تبذل الجهد اللازم لمحاولة تقريب وجهات النظر ما بين عمران خان
والسيد جو بايدن وتركت الأمور على غاربها فتدهورت الأمور. يعني مع أنه الولايات المتحدة وباكستان كما نعلم أستاذ جاسم تربطهما علاقات تقليدية راسخة، باكستان من أكبر الدول المتلقية للإعانات ربما رقم 2 أو 3 في العالم. نعم. وبالتالي يعني هناك نوع من الاستغراب سيد روزفلت بأنه هذه الإدارة لم تحرص كما يقول البعض على الحفاظ على هذه الروابط التقليدية، لماذا برأيك؟ يمكن القول التالي: إن إدارة بايدن لم تؤدي بلاء حسنا في سياستها الخارجية سواء مع باكستان أو الشرق الأوسط أو مع دول الخليج أو إفريقيا أو حتى أمريكا الجنوبية. هم يفعلون هو تأسيس ما يمكن تسميته بسجل متواصل من الإخفاقات في السياسة الخارجية للأسف الشديد. لذلك إدارة بايدن لديها أولويات معينة، وهي تركز على أنه عندما يأتي رئيس جديد للبيت الأبيض يعملون مع أكثر الحلفاء قربا ومن لهم مصالح تجارية معهم. وللأسف ليس هناك مقاربة متكاملة في البيت الأبيض تنظر إلى كل ما يحدث في السياسة الخارجية ووضع الموارد لحل المشكلات مع كل الأصدقاء والشركاء، ولذلك هناك إخفاق في السياسة الخارجية لدى بايدن. شكرا جزيلا لك آدم روزفلت الباحث في القضايا الأمنية والخارجية كان معنا من واشنطن، وأشكر ضيفنا من إسلام أباد جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لكما.